مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، شكرا للزملاء على التواصل. وها هي الانطلاقه لسادس اشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان الرمضاني الجميل الذي ينطلق على أرضية ميدان جستور هنا بالمرموم. نتابع مجريات هذا الشوط، خصص للقعدان اللقاية لمسافة 3 كيلومترات. نتابع معكم المجريات، نتابع التحدي، ونتابع الانطلاق والصدارة. والمركز الأول شاهين، من يأتي على الصدارة؟ خلفان بن يمعة بن عبيد من يأتي على الصدارة. وعلى المركز الأول حشيم، في المركز الثاني السالم بن الذيب السبوسي من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، المركز الثالث يأتي مشغل محمد بن راشد بن مرخان لجتبي، وهنا مشغل الآخر خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. وعلى المركز في هذه اللحظات الخامس، المركز الخامس والقادم في هذه اللحظات ما يهاب سيد محمد بن سلطان من مرخان من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس للسيد يابر بن راشد المري من يأتينا على المركز في هذه اللحظات السادس. وفي المركز السابع يأتينا هنا مياس لمحمد بن خليفة بن قحيد لمهيري وبراق لحميدي بن الشجاع بن علي المري من ينطلق على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع هنا يتواجد في هذه الانطلاقة جزيل صالح بن خادم الزرعي، وهناك الوصول ايضا بهذه الانطلاقه من الزاير راشد بن جعفر بن مرخان لكتبي من ينطلق على عشر المراكز. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى، ذعناها على حضراتكم. نعود الى صدارة، نعود الى المقدمة، نعود الى حشيم من انت هنا من غير وانتزع الصدارة، انتزع المقدمة ما يهاب من تسلل على صدارة هذا الشوط. وعلى المركز الأول سيد محمد بن سلطان بن مرخان نكتبي صعب المضمرين ينطلق هنا مع ما يهاب على صدرة على المقدمة. وعلى المركز الأول مشغل في المركز الثاني لسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميثي والزاير زاير المقدمة أيضا راشد بن جعفر بن مرخان نكتبي من يأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع حشيم سالم بن الذيب السبوسي، وهناك جزيل صالح بن خادم الزرعي على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى بقيادة ما يهاب مع الكيلومتر الأخير من ينطلق في هذه اللحظات على صدارة على المقدمة. وعلى المركز الأول السيد محمد بن سلطان بن مرخان على صدارة على المقدمة، والزاير قادم، الزاير قادم لسيد راشد بن جعفر بن مرخان لكتبي من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الثاني. ومشغل في المركز الثالث خليفة بن علي بن خليفة الرميثي من ينطلق على ثالث المراكز. ثلاثية جميلة بهذا الأداء الجميل، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ وأرى الزاير، الزاير بدأ يتسلل على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الزاير من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة، ولكن ما يهاب هنا المقدمة. إذن ما يهاب، ما يهاب للسيد محمد بن سلطان بن مرخان من ينطلق على صدارة، ينطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله على هذا الانطلاق، على التحدي، على الإثارة. إذن على الصدارة على المركز الأول هنا ما يهاب. سلام مرغم، سلام، اسعدتم صباحا يا أهالي مرغم على هذا الأداء.
هذا الجميل اللي ما يهاب وهو على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلالة ما يهاب على الصدارة وعلى المركز الأول هنا في هذا الانطلاق ولحظة وصوله إلى خط النهاية ما هنا في المركز الثاني. جزيل صالح بقادم الزرع المركز الثالث. الراشد بن جعفر مرخان المركز الرابع. راشد بن جابر المر المركز الخامس. خليفة بن علي بقليفة الرميثي. والسادس لسعيد بن حليس لعويسي من ياتينا على المركز السادس. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا لما يهاب بهذا الفوز الجميل. 4:58 أربع من أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سيد محمد بن سلطان بن مرخان على هذا الفوز لما يهاب. بينما المركز الثاني أتانا هنا جزيل سيد صالح بن خادم الزرعي في 4:59 ثلاثة من الأجزاء من الثانية. الزاير كان من نصيبه. ثالث المراكز الراشد بن جعفر بن مرخان نكتبي من أتانا على ثالث المراكز بـ5:05 وفاءً وتماماً وكمالاً. تهانينا.